السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لفتح الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، هناك عدة مصادر تقول أن المغرب يستعد لتنظيم عملية مرحبة لهذه السنة بعد أن تم إلغاؤها السنة الماضية بسبب الأزمة الصحية التي شهدها العالم. وبحسب بعض المصادر فإن المغرب وإسبانيا كان قد دخلتا في مفاوضات للتحضير لعملية مرحبة هذا الصيف المقبل. كما تبدو هناك حركات غير عادية واستعدادات في جميع الموانئ المغربية التي لها خطوط الملاحة أو تربطها خطوط الملاحة مع إسبانيا. بالنسبة للمغرب، من الممكن تنظيم عملية مرحبة هذا العام، لأن لم يعد هناك مبرر بعد التقدم السريع الذي يشهده المغرب في عملية التلقيح واكتساب ثلث الشعب تقريبا لمناعة القطيع. أما بالنسبة لإسبانيا فليست هناك في الحقيقة أي معلومات لحد الآن، سواء من جهات رسمية أو غير رسمية، لكن إسبانيا غالبا ما لا تتحدث عن هذا الحدث إلا في شهر 6. يعني إسبانيا غالبا ما كتهضرش على هذه المرحلة ديال العبور أو عملية مرحبة إلا أبارتير لشهر 6 اللور، يعني يقرب الصيف عاد كتولي إسبانيا تهضر على هذا الموضوع. هذا بالنسبة لإسبانيا، الحديث عن عملية مرحبة الآن يعد سابق لأوانه، لأن البلاد لا زالت في قانون الطوارئ إلى غاية 10 من مايو. هذا السبب الأول. بعد وهناك أسباب أخرى، هناك عدة أسباب أخرى تشغل إسبانيا عن الكلام في هذا الموضوع، مثل الاستعداد للموجة الرابعة من الوباء التي من المحتمل أن تضرب إسبانيا في شهر أبريل، وذلك بعد الانتهاء من احتفالات سيمانا سانتا. فمن المحتمل إسبانيا مستعدة للحملة. إسبانيا الآن هي في قلق شديد لأنها تستعد لاحتمال أن تضربها حملة أخرى أو موجة رابعة من هذا الوباء، رغم أن الدولة اتخذت جميع التدابير وأحاطت جميع المواطنين واتخذت جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة، لأن إسبانيا متخوفة من مصير إيطاليا وفرنسا اللتين عاد إلى الإغلاق التام في هذا الأسبوع. من ناحية أخرى، هناك بعض المصادر التي تقول أنه إذا تم إقصاء المعبر البري لسبتة والمعبر البري لمليليا من عملية مرحبة، فلن تكون إسبانيا مهتمة كثيرا بهذه الحملة، يعني بهذه عملية مرحبة. يعني إسبانيا ما غاديش تعطيها واحد الاهتمام كبير، لأن إسبانيا لا مصلحة لها في نشر فرق الحماية المدنية والشرطة والحرس المدني والصليب الأحمر لتنظيم عملية عبور كبيرة المستفيد الوحيد منها هو المغرب، لأن إسبانيا تريد فك الحصار. الهدف ديال إسبانيا هو فك الحصار الذي يضربه المغرب عن سبتة ومليلية، واستغلال عملية العبور لإنعاش المدينتين وتحريك الاقتصاد في المدينتين هذا الصيف بعد ركود دام لأكثر من 3 سنوات.